عملنا بيتزا تشيكن كريسبي، بيتزا تشيز برجر، بيتزا بيبروني، ميني بيتزا، فطيرة عملاقة بالتونة والخضروات. أما بقى النهاردة هنعمل بيتزا عملاقة بحروف محشية سوسيس بعجينة ناجحة مليون في المية وهمية. حطلها مكونات إضافية ترفع من قيمتها الغذائية للولاد، طرية وناعمة وتنفع لجميع المعجنات، وده بديل هايل لسندوتشات المدارس. هاي كده تنور اللانش بوكس وتفرح الولاد. بس قبل ما نبتدي يلا ندعي لكل البلاد العربية المقهورة ونصلي على النبي ونقول بسم الله ويلا بينا. هنبتدي الأول بالمكونات الجافة. معايا 4 كوبايات من الدقيق، معلقة كبيرة خميرة فورية توازي 10 جرام أو كيس كبير، معلقة كبيرة سكر. تدي العجينة طراوة وإحمرار سريع، فبالتالي التسوية هتكون أسرع وهتحافظ على السوائل اللي جوه مش هتنشف. معلقة ملح صغيرة ومعلقة كبيرة لبن بودرة، تدي للعجينة طراوة برضو، ومعلقة كبيرة بصل باودر، تنكه العجينة وتدي لها ريحة زكية. نقلب المكونات الجافة وننزل بربع كوباية من الزيت، ربع كوب حليب، وإضافة بيضة يعني نفشة للعجينة طراوة، واحمرار حواف البيتزا بسرعة، وده بيكون في صالح البيتزا طبعا. بيضة واحدة بس هترفع من بروتين العجين فبالتالي قيمة غذائية أعلى. أضفت مكونات بسيطة زيادة هتدي جودة وريحة للعجين. نقلب حبة وننزل تدريجيا بالمية، عيار المية بتكون حسب نوع الدقيق. بالمناسبة أنا بستخدم دقيق 5 stars، هو فعلا 5 stars طلع المعجنات هايلة. بنزل بالمية تدريجيا لحد ما أوصل للقوام المناسب، يعني العجينة تكون ملمومة بس لسه بتلزق في الإيد. أنا عجينتي أخدت كوباية إلا ربع، على كاونتر أو أي سطح نضيف أبدره طبعا بالدقيق، وأفضل أعجن لمدة تتراوح ما بين 10 ل 15 دقيقة. لمت معايا وبقت طرية وناعمة كده وفي نفس الوقت بقتش تلزق في ايدي، كده معناها ان عجينتي مؤهلة ان هي تخمر، يعني الخميرة اللي جواها تتفاعل وحجمها يزيد الضعف، وده طبعا مش هيتحقق الا لو العجينة اتحطت في مكان مظلم دافي. فهنحطها في بولة مدهونة على خفيف زيت، وبرضو ندهن وش العجين بالزيت على خفيف علشان ما ينشفش، ونغطيها بالستريتش راب، فوقيها فوطة او قماشة نظيفة، ولو الجو حر هنخليها تخمر بره عادي ساعة بالكتير وحجمها هيتضاعف، ولو الجو برد هندفي الفرن شوية ونحط البولة فيها، يعني من ساعة ونص لساعتين حسب برضو نوع الدقيق. بعد 45 دقيقة بالظبط عجنتي تضاعفت حجمها، ابتدي ألمها واطلع الهواء اللي فيها عن طريق لما اطرفها لجوه. هنا بقى هنقسم العجينة 2/3 الأرضية و3 بس للحروف المحشية. احنا كده بنفرد بالنشابة 2/3 العجين زي ما ذكرت قبل كده، ونفردها في صينية كبيرة مدهونة زيت، ونعمل زي نغز كده بالشوكة علشان البيتزا تكون مستوية وما تكونش سميكة. ونيجي بقى للكمية المتبقية وهي 1/3 العجين للأطراف اللي هنحشيها سوسيس، نفردها بالنشابة ومنقرص عليها، نحاول بقدر المستطاع نشكلها على شكل مستطيل، وممكن كمان نساوي أطرافها عشان تطلع مظبوطة، واللي يطلع منه نفرده تاني، وهكذا نعيد نفس الخطوات. نجيب قطعة السوسيس بقى تقريبا 2 سنتي، ونمشي على نفس الخطوات اللي أمام حضراتكم. عملت كمية لا بأس بها، أبتدي أوزعها على حواف أرضية البيتزا. عظيم. نحط بقى الصلصة بتاعت البيتزا اللي هي المارينيرا، كنت عملتها قبل كده معاكو، هسيب اللينك في اول تعليق مثبت وفي الديسكريبشن بوكس. شرايح من البصل، وده مكون ضروري جدا بينطق طعم البيتزا بدون مبالغة لليفل الوحش. زيتون، فلفل رومي، مشروم، ويا سلام لو نبشر شوية جبن رومي، ونختم طبعا بالموتزاريلا، وندهن الحواف بمزيج من بيضة ورشة فانيليا، ومسك الختام رشة سمسم على الحواف المحشية سوسيس. ولو عايزين الوش يحمر نرش رشة زيت على الموتزاريلا. نيجي بقى للتسوية في فرن حامي ساخن مسبقا على 200 درجة آخر رف. هنسوي البيتزا بتاعتنا من 10 ل 15 دقيقة بكتير. بيتزا يعني حرارة عالية، تسوية سريعة، عجينة محتفظة بسوائلها، طولت في الفرن هتنشف. اكتمل الامر وعملنا بيتزا ولا المحلات. وبدل ما اعمل عدد من البيتزات واستخدم صواني كتيرة، عملت بيتزا عملاقة يعني صينية واحدة، يعني اكيد مواعين اقل. مش عايز بقى اقول لكم الحروف المحشية سوسيس دي كان طعمها عامل ازاي، ويا سلام لو متغطسة في المارينيرا او صوص جبنة. التوبينج الحروف المحشية، سمك العجينة، مظبوطين على الشعرة، طعمها خيال. كده وصفتي خلصت، مضطرة أسيبكم
يا رب الوصفة تكون حازت على إعجابكم، وألف هنا وعافية على قلبكم وقلب ولادكم مقدما، سنة دراسية سعيدة عليهم يا رب، وأشوفكم على خير مع وصفة جديدة. كان معاكم مروة، وعايزة أقول لكم بحبكم قوي، وفي رعاية الله.